احنا نخطط قبل ما ننزل هنشتري ايه. لو احنا ما عندناش جزء التخطيط وجزء السيطره ما ننزلش، او نخلي اي حد تاني متعقل عننا ينزل يشتري. تمام خلاص. او ان انا ابدا اجيب مثلا، اقول خلاص انا معايا النهارده الألف جنيه دي، هجيب واحد اتنين تلاته حتى ولو بالتليفون ديليفري، ما قربش خالص من حاجه ممكن تهدر الجزء المادي بتاعي. الطفل غصبا عنه شايف طول النهار اعلانات، شايف زمايل، شايف اصدقاء، عايز يجرب حتى. فانا ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا ان انا وانا نازله السوبر ماركت اقول له احنا هننزل اهو سوا، هنعمل الشوبينج مع بعض عشان ما يبقاش حارمينك، وشوف الجديد واكتبه او حطه في دماغك وان انت عاوز زوده. تمام. في حاجات هنقدر نجيبها النهارده حسب الامكانيات، وفي حاجات مش هنقدر نجيبها خالص المره دي، ممكن الشهر الجاي مع جزء ادخاري. يبقى انا كده علمته الادخار وعلمته قيمه الفلوس علشان ما يبقاش عنده هوى الشراء لما يكبر، او ادمان وما يعملش اي اعتبار للماده. دكتوره بس هو مش هيدخل ويطلع فاضي، صدقيني الطفل مش هيدخل السوبر ماركت ويطلع فاضي. احنا مش هندخل بحاجه بس مش يعني مش كل حاجه نفسه. هندخل نغيظه. أيوة. خلينا واقعيين برضو. أيوة. مش هندخل نقهر اولادنا بانه في حاجات كتير ممكن هو يكون بيحبها ومش هيجيبها. هو بيحب خمس ست حاجات، مش مشكله ان انا اجيب له المره دي حاجه حتى لو غاليه شويه. ليه؟ انا هقول له انت كان معاك جزء ادخرته حتى لو معاه ربع المبلغ، وانا كاب او ام اكمل له. يبقى اذا انا عرفته برضو ان في جزء هو بيدفعه. فاكره يعني ما قلنا في حاجه، احنا ندخل السوبر ماركت هو مثلا ولد وبنت كل واحد فيكم ليه حاجه حلوة واحده بس. لا انا عايز ثلاثة، انا عايز أربعة، هو حاجة حلو. ويكون ده جزء من الطلبات اللي بيطلبها من الأب أو الأم شهريا. تمام. أو إنه في جزء منه ادخاري فعلا من مصروفه، كده هيبقى حاسس إنه في شيء ومسؤول عن الحاجة اللي بيحبها دي ليها طعم. ما يتعب فيها. في الحاجة طبعا يتعب في الحاجة، إنما كله حاضر حاضر أو لأ لأ دي مشكلة.